لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. انت شايف ان انت ماشي على الخط اللي انت رسمه لنفسك ولا في حاجات معينة قلت انا متأخر فيها شوية؟ لا هو الخط للاسف في حته اتمسحت. لا انا بص ممكن تكون يعني خطواتي بطيئه مش سريعه جدا، بس بحاول بقدر الامكان ابقى احسب كل خطوه بخطوها. يعني التوفيق كله من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بحاول ان انا اقدم حاجه، يعني طول الوقت بسعى ان انا اسيب بصمه او ان انا اقدم حاجه كويسه، ان الناس لما تشوفني في الشارع تحترمني وتحبني، وبحاول احافظ على ده طول الوقت. هو احنا عملنا براند اسمه كريزي، بس ان شاء الله بقى كريزي ايه ده هنعرفه قريب، بس مش هيبقى تاكسي. يعني انت هتخرج بره التاكسي بس لازم الجاي. ممكن اخرج بره التاكسي اركب الميكروباص ان شاء الله باذن الله. انت بتحلم بايه الفتره الجايه؟ كمان نانا. انا بحلم ان انا ابقى طول الوقت عند حسن ظن الناس، وان انا طول الوقت يبقى ربنا راضي عليا، وان انا يعني ابقى الناس تحبني. يعني خايف المعالي بتاخدك شويه من التمثيل والفن؟ الحمد لله حاولت ان انا اخرج من البلوف ده، يعني بان انا بقدم جوه البرانك تمثيل او جوه المقلب تمثيل. يعني انت لما نقول ان احنا مقدمين 90 شخصيه مختلفين، فانا بص انا عايز اقول حاجه وعايز اوضحها للناس. انا ممكن اي حد يركب التاكسي ويعمل مقلب، اي حد على فكره، وده بيحصل، وفي في تونس وفي في المغرب وفي في الجزائر وفي في السودان اتعملت كتير الحكايه. ولكن ان انت ايه بقى، لما انا فكرت في الفكره دي ايه اللي انا هقدمه كممثل، لما الممثل ينزل يمثل في المقالب يعمل ايه اللي انا هضيفه؟ يعني هي دي كانت شغلي الشاغل. فالحمد لله قدرت ان انا ليه خليتهم 30 فكره، وليه خليت كل حلقة بنعمل فيها شخصية مختلفة، علشان أشبع رغبتي كممثل، علشان أقدم كاركتر فيه تمثيل. وأعتقد أن مثالي ده باين شوية ولا إيه؟